أن نحافظ على الحياء في كل المجالات. فنظر إلى أصحابه الذين رباهم وعلمهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور بنوره صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: استحوا من الله حق الحياء. قالوا: نحن نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ليس هو أن يحمر الوجه خجلا، ولا أن يستحي الإنسان من فعل أو من طلب أو من شخص، حتى إن بعضهم يحمله هذا الخجل، يحمله على الكذب، لأنه يستحي من فلان أو من علان في دعواه، وهذا ليس حياء، إنما هو كسوف وخجل. قال: ليس ذاك، يعني ليس هذا الذي قد ذهب إليه ذهنكم، إنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل هذا فقد استحيا من الله حق الحياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يعيه الرأس ويشتمل عليه ثلاثة في الظاهر وواحد في الباطن: السمع والبصر واللسان، وهذه حواس للإنسان، والباطن هو الفكر الذي يتولد عنه الرأي. فكيف يحفظ الإنسان رأسه وما وعى؟ عليه أن يحرر سمعه، وألا يسمع الباطل والكذب والبهتان والغيبة والنميمة والسب والقذف. وعندما نأمره أن يفعل هذا فنحن نأمره بالمقاطعة، فليقاطع كل مسموع رديء قبيح، وليحلي سمعه بكل مسموع صحيح، فإن المسموع يؤثر في النفس ويجعلها إن كان صحيحا محفوظة حية، وإن كان قبيحا فاجرة ردية. احفظ الرأس وما وعى، فلا تسمع أذنيك إلا الصحيح، إلا الصدق، إلا عمارة الدنيا. لا تسمع أذنيك إلا الخير، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تسمع أذنيك إلا العمل الصالح، إلا نفع الناس. وعليك بالمقاطعة، فلتقاطع هذا البلاء من قلة الحياء الذي شاع على ألسنة الناس في وسائل الإعلام وفي الصحافة وفي حديث الناس، حتى كاد الناس أن يقتل بعضهم بعضا، وأن تنزع الرحمة من القلوب، حتى تعودت الألسنة على قلة الأدب والحياء، حتى طالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأينا سواد الصحف وهم يستهزئون بشرع الله ويسخرون من فروض الله،
حتى رأينا الآراء الخبيثة هنا وهناك نطق فيها الرويبضة من غير حياء من الناس ولا حياء من الله، ولا يسعنا أمام ذلك الطوفان إلا أن نقاطع بأسماعنا ما يفعلون، وأن نجعل أذيتهم عليهم، وأن نستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون. كلام يخرج أحدهم من الملة، كلام يخرج أحدهم على أقل تقدير من التقوى، كلام يخرج أحدهم من الحياء ويدخله في الفسق والكفر وقلة الحياء والبذاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الكفر، والكفر في النار. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، لا يشكو أحدكم، لا يشكو أحدكم شخصا قد اعترض على شرع الله في الجرائد وفي الإعلام، عليك أن تقاطعه، وأن نقوم جميعا بهذه المقاطعة، فإنه ما أراد إلا مجدا وشهرة، ما أراد إلا مالا ودنيا، فضيق عليه موارد الدنيا حتى يميته الله. الرأس وما وعى، احفظ لسانك من ترداد الشائعات، أقم نفسك فيما أقامك الله فيه من ذكر، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، من موعظة حسنة، من تربية جليلة جميلة. عليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تذكر الألفاظ القبيحة، وأن تنزه لسانك من الرفث. عليك ألا تنظر بعينيك إلى قلة الحياء، فإن النظر إلى الحرام حرام، والنظر إلى المكروه مكروه، والنظر إلى المباح مباح. فهذا الهراء لما تراه بعينك من غير حاجة إليه؟ إذا كنت تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر أو تقوم مقام التربية فأنت قائم مقام الحياء، وإذا كنت غير ذلك فنزه سمعك وبصرك ولسانك عن قلة الحياء. ونصل إلى الباطن، إلى الأفكار، فنرى هذه الأفكار التي تبارز الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وهو ليس في حاجة إلينا ولا إلى عبادتنا، أمرنا من أجل نفع أنفسنا ومن أجل أن يرجع ما نفعل إلينا، ثم بعد ذلك يثيبنا سبحانه وتعالى الثواب العميم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والبطن الذي دفع همها الناس إلى أن تبيع الدين وتشتري الدنيا، فهم البطن قد دفع الإنسان إلى الخروج عن العقل، وإلى إسكات القلب، وإلى اتباع الشهوات. وينضم إلى هم البطن الذي